أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة، يأتي ذلك إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وعقب أدائه لليمين الدستورية قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قال إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية، مشددا على أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين. حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله، مما يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة، ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصاً الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية، والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه،